شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق في جنوب لبنان طالت قرية عيت الشعب على الحدود اللبنانية الفلسطينية. وأعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ مضاد للدروع في لبنان باتجاه المستوطنات الإسرائيلية على الحدود، كما أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان تجاه مستوطنتي دوفيف ومتات في الجليل الأعلى دون الإبلاغ عن إصابات بشرية أو أضرار أو خسائر بالممتلكات.